ده محمد اديني برضو رد على الجزئيه دي عشان اخش على الحالات على طول. هي ببساطة شديدة هي الفكرة كلها اللي احنا البوادر الفنية اللي احنا كنا بنتكلم عليها. هي بس في نقطة مهمة. النهاردة تشعر ان يجي لك لغز، هو ازاي فيريرا هو نفس الشخص بتاع الموسم الماضي، هو اللي ماسك دلوقتي. لان في حاجات كتير بتتعمل ما تقولش ان فيريرا كأنه بيتعرف على الفرقة من جديد، وده غريب. يعني دي نقطة مهمة، بالعكس المفروض الزمالك كان يبقى عنده استقرار. عنده الراجل اللي عمل كل الانجازات بتاعت الموسم الماضي ومكمل بالموسم ده. حتى زي ما احنا بنتكلم في صفقات مش افضل حاجه، او الصفقات مش اللي هو عايزها، او ايا ما يكون، ولكن في الاخر هي نفس الفرقه. انا عندي بعيدا عن الجوانب الفنيه بتاعت اللعيبه، في مشكله تحديدا في فيريرا عموما، في قرايته للمباريات. يعني مباراه زي النهارده مثلا، البدء بشيكابالا، دي اول مره تحصل في الموسم للمره الثانيه، يعني من اول مباراتين في الدوري ان هو يبدا بنفس التشكيل، ودي حاجه ايجابيه. يعني كويس جدا ان انت بادئ بنفس الطريقه ونفس التشكيل، عشان دي حاجه ضرت الزمالك فنيا كتير جدا. بس البدء بشيكابالا في مباراه بدنيه جدا، يعني انا بشوفها من الالغاز النهارده. انت شيكابالا خسرته فنيا في الشوط الاولاني، وهوريك بالحالات يعني. والشوط الثاني لما كنت عايز واحد يحرك لك الدنيا شويه ما كانش موجود. صحيح. فمن ضمن جد الحاجات جد يعني بجد.